تعد منطقة زردي ببلدية لبيصيد الشيخ أحد أهم الأقاليم الفلاحية التي استطاعت مجابهة قساوة الطبيعة وقحط الصحراء القاحلة، وعلى عكس باقي المناطق الأخرى التي تتميز بها بلدية لبيصيد الشيخ، فإن تربة منطقة زردي أخذت اللون الأحمر الداكن، ولم يكن ذات الأمر اعتباطيا أو بمحض الصدفة، بل لذات المسألة أكثر من حجة وبرهان. استمدت نعومتها وخصوبتها من دم شهداء هذه الأرض الطيبة، ورصعت بتاريخ وبحروف من ذهب يتراءى للعام والخاص من أهالي الجهة الجنوبية الغربية للبلاد، ذلكم التاريخ الذي نقش بالذاكرة الوطنية، ولم يزد من حفدة وأبناء قلعة ولاة سيدي الشيخ إلا اعتزازا وإكبارا. لما قرر المقاطعة الفلاحية بلبيصيد الشيخ، احنا نلاحظوا ما كانش حتى بلاكة ولا شعار باش يبين باللي مقاطعة، وما كانش إعلام الجمهورية الجزائرية اللي يرمز للدولة. هنا تعكس الواقع الفلاحة في لبيصيد الشيخ. لكن رغم تلك التضحيات الجسام، إلا أن المنطقة ظلت بعيدة كل البعد عن اهتمامات المسؤولين وخارج أجندة أصحاب الحل والربط بوزارة الفلاحة، لتحول يوميات أهالي المنطقة إلى جحيم تشكل فيها البيروقراطية الحاضرة الأكبر في مسلسل تجهل آخر حلقاته، بين مد وجزر بين أكثر من 350 فلاح بذات المحيط ومسؤولو الفلاحة بالولاية والوزارة الوصية، وكأن المنطقة تدفع ثمنا بسالة أبنائها ووقوفهم الند للند أمام سياسة فرنسا الاستيطانية، حتى خيل لأبناء منطقة زرديب من جيل الاستقلال أنهم لا يزالون في مواجهة مستعمر مستتر ممارساته تظهر جليا من خلال أساليب ديكتاتورية لا تزال تعرف طريقها الميداني بقطاع الفلاحة بولاية البيض. يعني المشكل اللي راها تعاني منه الفلاحين والموالين، وهو الملف المستحقات تاعهم تاع 2008، تاع الفيضان 2008. شكون اللي راه يجي يدير يعني هنايا معاينه لهاد الناس؟ قال كيفاه تعيش، ولا كيفاه تداوي، ولا كيفاه تخدم، ولا لا مجيت البطاطا، ولا مجيت موالي الابل، ولا مجيت البقري، ولا مجيت الخيل، ما كانش. راه يشوف البيطاري يعني بريفي هنا يعطيهم الدواء ويجي هو. اما مرشد فلاحي تاع الدوله ما كانش والله ما يسعى عمره، ولا جا الناس يعني غياب تماما، يعني الناس اللي راها متكلفه في الدوله، لا من المقاطعه الفلاحيه ولا مديريه الفلاحه ولا من الغرفه الفلاحيه، ما كانش حتى وزاره الفلاحه ما كانش. رانا نقول لك كلها يعني وزاره فلاحيه، الفلاحه كاينه، كون خلصوا الناس فيها في المستحقات تاعهم من 2008 اليوم ل 2015. المنطقه هذه راها مستغلة فيما يفوق 30 سنة، وعطاتنا السلطات وعود باش تربطها بشبكة الكهرباء الفلاحية، خرج لها البرنامج في شريحة 2012، والحد الآن راه بادي في الإنجاز، ولكن نظرا لسوء الدراسة وجاو المدراء هنا شافوا الدراسة وقرروا باش يعاودوها، والحد الآن لا جديد، بالإضافة إلى عدم وجود عناية كاملة بالفلاحين من حيث الإرشادات، من حيث استعمال مثلا المبيدات التي المديرية لم تقدم شيء للفلاح. فلاح تقريبا هنا في المنطقة تحول من فلاح الكلاخ، راه غير كلاخ. فرغم ما تحوز عليه المنطقة من مؤهلات وإمكانيات فلاحية تضاهي وقد تنافس في عديد الأحيان سهل متيجة، غير أن آلة البيروقراطية أبقت على ملفات الدعم حبيسة أدراج مكاتب الإدارة، بل الأدهى والأمر هو سياسة الهروب نحو الأمام التي أضحت مفر من تعاقبوا على إدارة قطاع الفلاحة بولاية البيض، لتظل مئات الهكتارات تناشد من يأخذ بيدها وينعش تربتها ويحول حلم شهداء منطقة زرديب إلى حقيقة. والدليل على ذلك أن الفلاحين قاعدين يتخبطوا في المشاكل الإدارية أكثر من عنايتهم بالأرض تاعهم. أنا في المنطقة هنا هذه نشوف يعني غزو الخطر الداهم هذا تاع المياه القذرة اللي راها بدا يغزو في الأراضي الفلاحية. مجموعة من الفلاحين تركوا كاع الأشغال بالأرض وراهم انسحبوا لأنهم ما ينجموش يخدموا مع المياه القذرة. الدولة راها تدير في مشروع لتحويل المياه القذرة، صرف المياه القذرة تاع مدينة لبيصيد الشيخ على المنطقة، ولكن المشروع هذا راه متباطئ، يعني مانيش عارف وين تيتخدم، موت يا حمار حتى يتخدم هذا المشروع، والفلاحين راهم في بطالة مقنعة، الأرض عندهم ولكن مش منجمين يخدموه. هذا رانا من 98 لليوم نتبعه من أجل
باش يسولنا الملف نتاعنا يسمى تقريبا انا باقي نسمحوا، واغلب الناس سمحوا، اغلب الناس سمحوا من كثره المشاكل هذه. ما كانش ملف، ما كانش الضوء، ما كانش راك تشوف الردم كيفاش راه صاري. الفيضانات نتاع 2008 لليوم الناس هتسال، اللي مات لهم ليبل واللي مات لهم القلم واللي راح لهم الشجر، ها وهنا تشوف الشجر كيفاش اللي كان اللي راح في 2008. لليوم عندنا قرار تاع الوالي باللي كان الاعانه تاع الدوله، بصح اغلب الناس اللي ما هم قاعد يتبع.